يا اخي حتى في اوروبا في كلاب بتهوهو. بس مش بتاعت شوارع يعني. لا طبعا. بقول لك ايه؟ ايوه. انت جربت الصنف الحشيش اللي دولنا ده؟ 100 100 يا حاج. طب على خيرة الله. يبقى نتوكل على الله ونشيل. بس على فكرة في تاجر اسمه وصوف مصمم يقابلك، مش عارف ليه. وصوف؟ الراجل بتاع بيروت. راجل كويس قوي. ده احتمال يكون عنده حاجة جديدة عايز يقول لنا عليها. قابله ونتصرف. يا اختي عليك يا ناصر. مش هقول لك حاجة بعد كده، إيه رأيك بقى؟ اتفضلي يا قابلتي. تسلم إيدك يا حبيبتي. هاتي يا اختي. هتشوفي لي الفنجان يا ناصر؟ أنا قعدت أشوف لك فنجان تاني يا فوزية يا فتانة. طب هقول لك بقى. أنا شفت لها الفنجان. راحت يا اختي البهيجة وقعدت تقول لها كل الكلام اللي انا قلته لها في الفنجان وطلع صح يا قبلتي. طب اساليها كده. بهيجة سمعت الكلام ده من هنا وقعدت تتنفض. حكيم انا فنجاني ما ينزلش الارض ابدا. احكي لي يا ابله ايه اللي حصل. ولا حاجة يا اختي، هي الولية دي يحوق فيها اي حاجة طول ما هي مكوشة على الراجل. بالذمة يا نازك، قالك انه مسافر. هو يا اختي بيقولي على اي حاجة يا فوزية. حق ما بقيناش نعرف اخباره غير من حميده، اكمن جوزها هو اللي بيسافر معاه. والنبي يا قبلتي ما ببقى عايزاه يسافر معاه، ده انا ببقى قلقانه وحاطه ايدي على قلبي. يا اختي وايدك مش على قلبك على ابوكي. يا دي الخيبه على خلفه البنات، الواحده من دول يا اختي اول ما تتجوز يبقى جوزها هو الدنيا وما فيها. يا سلام يا سلام. طب ما انت يا اختي اول ما اتجوزتي الحاج كنت بتقولي نفس الكلام. كنت ده يا نازك ولحد دلوقتي وحياتك. بس هو فين طول ما بهيجة سحبه وراها بأعمالها. بقولك ايه يا بنتي حميدة، ما تعرفناش حد يا بنت يعمل لنا عمل كده يرجع الراجل. يا ريت يا قبلتي كنت عملت حاجة لبرعي. حكيم انا حاسة اليومين دول انه بيلعب بديله. برعي؟ لا 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 لا، ما تزعلنيش منك بقى، ده احسن واحد في جواز اخواتك. يا اختي يا اختي دي بتغزي العين عنها. بره منك بنت بريه. أمال لو شفتي جوز البت بطة واللي بيعملوا فيها كان زمانك عملتي لجوزك ده تمثال. سيبنا بقى دلوقتي من الكلام الفارغ ده وقولولي الحاج راجع امتى. يا اختي يرجع وقت ما يرجع بألف سلامة. المهم اول ما يرجع لازم نقعد معاها انا وانتي ونشوف لنا حل. الله، بدل ما بيجي طول علينا في الشهر مرة، ده حتى بطل يتغدى. تقولي شاكلنا فيه سم ولا فيه سم. انت راجل عسل يا مس وصوف. اللي قولي بقى انت منين بالظبط؟ الاصل لبناني على شي شويه تركي. المهم شو سويتوا مع مسيو فيردا؟ سوينا معاه كل خير. المهم مستر فيردا ده احنا بنشتغل معاه من زمان، مالكش فيه ده. قولنا انت عاوز ايه بالظبط؟ أنا عندي صنف بودرة هيروين وكوك مش راح تلاقيهم بأي مكان بهالعالم. واضح إن نقبك طلع على شونة والصوفة. حاج العقاد رافض يشتغل في النوع ده، لا كوكايين ولا هروين حتى لو قلت له فيهم فيتامين. ولو فكر شوية يا أخي برأيي. أفكر. أنا حاسس إن إحنا هنبقى أصحاب والصوف. لا، شكل مروة مش معانا النهاردة خالص يا سيهان. مالك يا مروة؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة، كنت بس بفكر احضر محاضرة الدستور ولا روح، اصل بابا يمكن يرجع من السفر النهاردة. شوفي بقى جايبلك ايه المرة دي معاه، لازم ينوبنا من الحب جانب. اطمني، ابقوا خدوا اللي يعجبكم. الا قوليلي يا سيهان، هو علاء ابن خالتك ساكن قريب منكم؟ ليه؟ اصل لما كنت عندكم عرضت عليه اوصله بس ما رضيش وقال انه ساكن قريب. قريب؟ دول هما فين واحنا فين؟ ده احنا بينا وبين بيت خالتي يجي نص ساعه بالتاكسي. هو بس اللي قليت شويه وما رضيش يركب معايا. ليه؟ هو ما عندوش عربيه؟ عربيه؟ دول ناس على قد حالهم. ليه؟ هو مش ابن خالتك؟ ابن خالتي اه، لكن ماما اتجوزت بابا وكان موظف كبير وعنده فلوس كتير، لكن خالته اتجوزت واحد على قد حاله كانت بتحبه. هو والده بيشتغل ايه؟ موظف.
احنا كمان عندنا في عيلتنا ناس اغنياء قوي وناس على قد حالها. مش في عيلتي وعيلتك بس يا منى، الموضوع ده هتلاقيه في عائلات كتيره قوي. تصوروا الحب هو اللي بيزيل الفوارق الطبيعيه دي. ازاي يعني؟ لما واحده غنيه تتجوز واحد فقير. مش مهم الفقر والغنى، المهم اتنين بيحبوا بعض يعيشوا مع بعض، ساعتها السعاده اللي عايشين فيها هيتمناها غيرهم من اللي معاهم فلوس وعايشين في عذاب. مروه شكلها دخلت في الافلام والروايات. ليه؟ مش هي دي الحقيقه؟ يا المركب دي بتاعتك يا حاج. ما انت عرفت يا شوكت بيه، انا حتى الوابور ده اخده من بابه ومش مكفي الحاجات اللي انا كنت عايز اجيبها معايا. ربنا يزيد ويبارك يا حاج. انا مش قصدي، انا قصدي في حد ليه بضاعه عند حضرتك هتوصلها له. هو انا ناقص عشان اشيل بضاعه حد تاني؟ لا دوب بتشيل حاجاتنا. المهم انا عايزين همتك معانا في التفريغ والتخليص، وبرعي معاك اهو كل اللي انت عايزه احنا تحت امرك، انت فاهم طبعا. وانا عناية ليك يا حاج، انت عارف انت غلاوتك عندي قد ايه. ربنا يبارك فيك ويكرمك ويخليك لينا. امالك ايه يا مرعي؟ ايه مع الراجل؟ خلص وخلصت وكرمه على الاخر. انا هسيبك على مصر وانت حصلني بالحاجه. ماشي ماشي يا حاج، بالسلامه. اول مره اقولها لك اهو. مع السلامه يا حاج. مع السلامه. اتفضل يا ابو عبيد. اتفضل.